السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد مملحات مشكله نبدلو بهم شويه الجو، كيجيو ساهلين وما كيحتاجوش بزاف ديال المقادير. الاولى غادي نحتاجو ليها واحد 200 غرام ديال الدقيق مليحه بزار، غادي ناخدو الكمون معلقه، الزيت البلدية القياس ديال واحد 2 حتى 3 المعلقات كبار، عندي فلفلة حارة هذه اختيارية مقطعة رقيقة، القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق معلقة كبيرة، وبصيلة متوسطة مقطعة حتى هي رقيقة زائد واحد 1/2 كويس ديال الماء. غادي نشد هذاك الدقيق نزيد عليه المعلقة ديال الزيت ونبدأ نضيف المقادير كاملة. هاد المملحات صراحة تجي بنينة وكتفكرني في لوغو ديالها، كيجي بحال ديال المسمن ديال الشحمة ديك البصلة ملي كطيب وكتولي كاراميليزي كتولي بحال شكل المسمن ديال الشحمة، لوغو رائع ما كتاخدش بزاف ديال الوقت باش تصايب، سهلة. فهاد المملحات بثلاثة درتهم تقريبا في واحد الساعة كيك ديال المكانة، حيتاش كنت ديجا خدمت هذا الفران كان شاعل، جاتني القضيه سهله ما احتاجتش انني نبقى نسخن ونعاود نقاد. صافي كما قلت لكم غادي ندير المقادير كامله نجمعها. بالنسبه للناس اللي غادي يكون عندهم 4 دقيقة تيشرب بزاف يقدروا يزيدوا شويه الماء، واللي جاته شويه جاريه يزيدوا الدقيق، فهنا ما كايناش اون ريغل. من بعد ما كتجمع ليا كنعجنها واحد شي شويه، ما كنحتاجش انني ندلكها ولا شي حاجه، غير كنجمع العجينه وصافي. غادي نجي غادي ناخذ واحد البلاصه فوقاش غادي نسرحها بالمدلك، هذه حتى اختاريت انني نطبعها واحد المطبع مستطيل. الفران في هذه الوقيته سخنته على درجه حراره ديال 180 وجدته تقريبا ما بين جيت فين قطعت هاد المملحه ديالي حتى كان سخن ودخلتها، كندخلوها من بعد ما كنقطعوها كنقطعوها مستطيلات. اللي بغى يتكها بالشوكه هكا يا بفورشيت يتكها بالشوكه باش ما تنفخش وتبقى هكا سلسه ولا في قياس واحد. صافي كندخلوها كما قلت لكم طيب، غادي تاخذ ليا واحد المده ديال 10 حتى 15 دقيقه ولا 20 دقيقه ماكسيموم على حسب الفران واش سخون مزيان ولا بارد، فكتوجد ليا بسرعه. وندوزو نوريكم المبلحه الثانيه اللي غادي نصايبو، حتى هي ما كتاخذش بزاف ديال الوقت وكتجي رائعه. الوغ هاد المملحه الثانيه غادي نصايبوها بالجبن ديال الشيدر وحتى هي كتجي سهله. غنحتاجو ليها كاس ديال الدقيق وكاس ديال الفرماج احمر، القياس ديال الدقيق يكون قدو قياس ديال الفرماج احمر، وواحد 2 معالق ديال الزبده مليحه وشويه الخرقوم. هاد المملحه كتجي بحال شريديز، جوبون سميتهم شريديز يمكن ولا شيدر شريديز، المهم هذه كتجي بنينه ما كتشبعيش منها، كتجي رائعه حتى هي سهله. غنشدو اول حاجه خاصنا داك الزبده، نزيدو عليها هذاك شويه ديال الخرقوم قياس نص معلقه صغيره وداك الكاس، وغادي نحاول انني نرملها، كتكون الزبده بارده وكنرملوها، خاصها تجي بحال شكل الصابلي تقريبا ما كتعجنش. كنزيدو مليحه، نضيفو عليها الفرماج، وكما قلت لكم غادي نعجنوها غير بصبع ايدينا ما غاديش ندلكوها. صافي غنجمعوها بواحد شويه ديال الماء تقريبا واحد 2 معالق ما فايتينش. صافي غادي نشدوهم، غادي كما شفتوا راه ما عجنتهاش نهائيا بحال غير جمعتها. غناخذوا الورق ديال سوفيغيزي ولا غير فوق هذيك اللاطه وندلكوها حتى هي. هذه انايا قررت باش غنني غادي نقطعها غير بالجراره ديال الشباكيه
على شكل حتى هي صبيعات هكا ولا مستطيلات صغيرين، ودرت فيهم، ما درتهمش الصراحة كبار بزاف، درتهم صغيرين. اللي بغى يقطعهم بهذوك القطع ديال النجيمات ولا المربعات صغار ولا المهم حر، كيبقاو حرين كيما بغيتو تقطعهم قطعهم. انا هادو غير الاشكال اللي كيجيوني ساهلين وفيت في كيتقطعوا صافي. نحطهم حتى هما في اللاطه، وبالنسبه لي انا هنايا درت فيهم غير واحد التقيب الوسط بواحد اللاباي ديال العصير، غندخلهم حتى هما الفران لدرجة حرارة 180 مدة ديال واحد 15 حتى 20 دقيقة ماكسيموم، ونوريكم المملحة الثالثة. المملحة الثالثة سهلة جدا، غنية بالأوميغا 3، وهي المذاق ديالها كيجي شوية مختلف، ماشي بحال الشادر، ماشي بحال ديال الأولى اللي صايبنا. غنحتاجو ليها زريعة الكتان، شوية ديال الثومة، عندي شوية ديال البصلة غبرة مليحة، وشوية ديال اليازير. أول حاجة غادي نديروها هي غادي ناخد واحد شوية ديال الزرارع، مثلا عندك زريعة ديال نوار الشمس ولا الشيا ولا الكينوا اللي كاين. أنا خديت معلقة ديال الشيا ومعلقة ديال زريعة ديال نوار الشمس، فهادوك غادي ناخدهم، ناخد معلقة معلقة وندوز نطحن زريعة الكتان ديالنا. زريعة ديال الكتان غادي ناخد منها كاس ولا القياس بحال الكاس باش غادي نعبروا زريعة ديال الكتان، هو باش غادي نعبروا لنا. فغادي ناخدو زريعة الكتان، خديت كاس وغادي نطحنها مزيان حتى تتولي لي على شكل دقيق صافي. خديت شويه ديال الكينوا وشويه ديال الزريعه ديال نوار الشمس، غادي نزيد معلقه صغيره ديال البصله غبره، معلقه صغيره ديال الثومه غبره، وواحد شي شويه ديال اليازير ولا الزعتر، هذا كيبقى كما قلت لكم اختياري. بعد ما طحنت هذيك الزريعه ديال الكتان ضفتها على هذوك العطريه ولا المقادير الاولى اللي زدت، وغادي ناخد كاس اللي عبرت به هذيك الزريعه، ناخد به نص كاس ديال الماء بارد صافي، وكنجمع هذيك العجينه. كتجيني واحد شي شويه جاريه ولا كتلصق ماشي مشكل، ما تحتاج لا تعجنيها لا حتى حاجه. تاخدي الورق ديال سوفوغيزي تحطيه لتحت، وغادي تحطي عليه عاوتاني شويه ديال الورق حيتاش كيتلصق، وغادي تحاولي انك ديريها رقيقه تكون قريبا السمكه ديالها شي 4 سنتيم تكون رقيقه صافي. و تاخدي النص قطعيها على الشكل اللي بغيتي. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هكا يديروا بديل ديال الخبز، تقدروا تشدوها وتقطعوها على شكل هكا مستطيلات شويه كبار، تحطوا عليهم هكا زبده ديال الكاكاو ولا مهم، كاين بزاف ديال الحوايج ما يداروا بهاد الوصفه صافي. ندخلوها الفران اللي باقي عندي سخون، درجه الحراره ديال 180 لمده ديال 20 دقيقه، وبهادي كيكون كملت طياب ديال المملحات اللي صايبت اليوم. كانوا فريمون ساهلين، كيجيوني سناك ساهل وعلى الخفيف باش خلى هذاك، وكلشي كيعجبهم في الدار. حتى ولدي كيما شفتو كتخرج من الفران، انا فراني كان شويه سخن اكثر من اللازم فتحرقوا لي جنيبات، ماشي مشكل، حيدتها وحطيتهم في اناء اللي كيتسد، خاصهم باش يبقاو مقرمشين حاولوا انكم تسدوا عليهم في شي اناء يكون محكم الاغلاق. هادو اليوم انا قدمتهم عير مع الياغورت وحطيتهم، جاو كما قلت لكم ساهلين، ما خداوش بزاف ديال الوقت، وبنان مختلفين وليغو كما قلت لكم ماشي حاجه كتشبه الاخرى، ليغو كيختلف من وحده للاخرى، جاو بنان.
نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها. نهاركم مبروك، ما تنساوش لعجباتكم خليولينا لايك.